تظهر أحدث الإحصاءات التجارية في الصين تباطؤ معدل تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي. في الوقت ذاته تفيد مؤشرات بزيادة الطلبيات على الصادرات من المنتجات الصينية منذ منتصف أغسطس آب الماضي. أكد هذا الانتعاش يمثل معضلة بالنسبة لأصحاب الشركات، والسبب أنهم لا يجدون أيد عاملة كافية لمواجهة الطلب المتزايد. هذا هو إقليم غواندونغ في جنوب الصين، يضم عددا كبيرا من المصانع مما أهله لأن يعرف بورشة العالم. لافتة عملاقة تعلق على واجهة وكالة للتوظيف تطلب فيها إحدى شركات الإلكترونيات 400 عامل. داخل الوكالة يسابق الموظفون الزمن لملء الوظائف الشاغرة بأقصى سرعة، لكن يبدو أن الصعوبة التي يواجهونها تكمن في عدم إيجاد أشخاص يرغبون في الالتحاق بتلك الوظائف. لا يمكننا بأي شكل أن نوظف هذا العدد الكبير خلال يوم أو اثنين. أخشى من أننا قد نحتاج إلى المزيد من الوقت. قد يستغرق الأمر في هذه الآونة شهرا أو شهرين. الأزمة المالية العالمية كانت السبب فيما آل إليه إقليم غواندونغ، حيث قرر آلاف العمال الوافدين أن يغادروا الإقليم بلا عودة بحثا عن عمل في أماكن أخرى بعد أن أغلقت معظم المصانع أبوابها في وجوههم. في السابق كانت الرواتب والمكافآت في غواندونغ أعلى من أي مكان آخر. أصحاب المصانع يؤكدون أن عملاء من أنحاء العالم بدأوا مجددا في طلب المزيد من الصادرات الصينية، تأكيدات ربما تشجع العمال على العودة مرة أخرى وتدوير عجلة المصانع بسرعة آخذة في الزيادة. وإلى جانب هذا الوضع، فإن توقعات صندوق النقد الدولي بأن تنمو التجارة العالمية بمقدار 2.5% خلال العام القادم يبرهن على حالة تعافي يعيشها الاقتصاد الصيني، وهي ما قد تثير الكثير من التساؤلات حول مدى قوة هذا الاقتصاد وإمكانية استمراره على نفس الوتيرة، خاصة إذا ظلت مشكلة العمالة قائمة. هناء عوني، BBC.